حياكم الله. إن العلاقة بين الإنسان والجواد ضاربة في جذور الزمن الغابر، ويمثل الجواد رمزا من رموز القوة والسؤدد. وقد ارتبط الإنسان منذ الخليقة بالجواد لما له من مكانة وتقدير ووفاء. قصتنا اليوم تدور عن فارسة إماراتية قادتها الصدفة إلى عالم الخيل، ولم تكتفي كفارسة تمتطي صهوة الجياد فحسب، بل مدربة ومروضة بارعة للخيول. نتابع التفاصيل في سياق تقرير أثير من شكر. من بنات الريح لصفرة جفول، كنها ظبي الفلا بجفالها، منوة الخيال عسف الخيول، زينها في دقها وجلالها، زينها ما شفت وصفه بالمثول، الله اللي بالجمال أسخالها، تستذير كحيلتي من كل زول، ما يصخرها سوى خيالها. من هذه الأبيات الشعرية أستقي تقريري، ومن هذا الإسطبل أسرد قصة طموح فارسة قادتها الصدفة لتبدأ رحلتها في هذا العالم كمتدربة مبتدئة، لتصبح فيما بعد مدربة، وليس ذلك فحسب، بل أصبحت مروضة للخيول في الوقت ذاته. مياسة الكندي، أو كما يطلق عليها المتدربون كابتن مياسة، تسمع نبرة صوتها الجهورية والقيادية في أنحاء النادي، سواء كانت هي الفارسة أو المدربة أو في أثناء ترويضها الخيل. شدنا إتقانها في عملها، لا سيما عزف الخيول غير المروضة كهذا الخيل الذي أهداها إياه الكابتن صاحب الإسطبل. والعجيب أنه لم يمضي على ممارستها هذه المهن السنة والنصف، إلا أنها أذهلت الجميع بتحقيق ما استغرقه الكثيرون في تعلمه لعقود من الزمن. حبيت أخذ هاي التجربة، قلت بجرب أني أنا أكون مدربة، بشوف عمري، والحمد لله الكابتن وايد ساعدني أني أنا أكون مدربة ووصلت لهالمستوى اللي هو راضي عنه وأهلي. لباقة تعاملها مع هذه الخيول العربية الأصيلة التي لم تلمس أو تروض من قبل تحكي الكثير عن شخصية هذه الفتاة الإماراتية وحبها العميق للخيل. ولكن بداياتها تحكي قصة أخرى، لم يكن من المتوقع أن ينتهي بها المطاف بهذه الطريقة، فقد قوبلت فكرة مياسة بركوب الخيل بالرفض الشديد من والديها، خوفا على ابنتهما من شيء لم تجربه قط. ولكن مع الوقت ومع رؤية شغف مياسة تجاه الخيل تقبل الفكرة، بل أصبح من أقوى مشجعيها. أمي طبعا وايد كانت معارضة، كل مرة تقولي لا تركبينه لا تركبينه لا تركبينه، بس أنا في داخلي عزيمة. دائما الكابتن في مقولة هو يقولها، أنا والخيل حتى يختفي الظل. مع زيارة لنادي الحليفي ليومين في الأسبوع، باتت مياسة في غضون سنة إحدى الدعائم الرئيسية لهذا الإسطبل إلى جانب الكابتن عبدالله الحليفي، ومدربة مع حصيلة كبيرة وتلاميذ شاركوا في سباقات القدرة بفضلها، وصديقة لهذه الخيول التي لا تفارق الآن ليوم واحد. قد يعتقد البعض أن مهنة ترويض الخيول كانت حكرا على الرجال فقط، إلا أن مياسة قد كسرت هذه القاعدة بل تعدتها بعزف الخيول غير المروضة. أثير بن شكر لأخبار الإمارات، نادي الحليفي برأس الخيمة.